السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هتكلم النهاردة إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي لمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول عام 2023. يلا مع بعض، أدي السؤال الأول معايا. رقم واحد بيقول لي يمكن استخدام أي شكل هندسي لتمثيل خطوات حل عند رسم خريطة التدفق. طبعا إيه غلط، لأنها بتستخدم أشكال قياسية. المشكلة تعني هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه. طبعا إيه البروبلم كده صح. وظيفة الخاصية رايت تو ليفت في نافذة النموذج فورم، تحديد اتجاه أدوات التحكم من اليمين إلى اليسار. طبعا صح. الخاصية ويندو ستيت يظهر أثر ضبطها في نمط التشغيل فقط. طبعا صح. تشترك كل من أداة التحكم الشيك بوكس والراديو بوتون في الخاصية ايتم. غلط. بيشتركوا في الشيكد، أما الايتم فالليست والكومبو. تتميز لغة البرمجة فيجوال بيزك بأنها اللغة الوحيدة ذات المستوى العالي. طبعا غلط، مش هي اللغة الوحيدة، في لغات برمجة مستوى عالي. كلمة الوحيدة هي اللي خلتها غلط، لكن هي لغة برمجة ذات مستوى عالي. صح، لكن الوحيدة لا غلط. سؤال تاني، مجموعة الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا الألجوريزم. النقر دبل كليك أو كليك يعتبر إيفنت أو حدث. تستطيع تغيير موضع الزر بوتون على النموذج من خلال خاصية لوكيشن، خاصية واحدة ينفرد بها التكست بوكس. طبعا الباسورد شير. اسم الملف الذي يخزن به الكود، ده في الباب الرابع forman.vb. سطر نهاية التصنيف end classes، end sub ديت نهاية الإجراء. أداة التحكم بتستخدم في احتواء. طالما قال لي كلمة احتواء، تجميع، تنظيم، يبقى ديت الأداة اللي هي الجروب بوكس. مرحلة كتابة كل الخطوات ديت آخر مرحلة من مراحل حل المشكلة اللي هي التوثيق، توثيق البرنامج أو توثيق المشروع. مجموعة الصفات التي يتصف بها الصفات ويتصف وطوله واسمه كام من ده، يبقى الخصائص أو البروبرتيز. القائمة المنسدلة التي تعرض أسماء أدوات التحكم المدرجة على النموذج. خلي بالك دي مش القايمة المنسدلة اللي هي الكومبو، لأ ده بيقولك اللي بتعرض فيها أسماء أدوات التحكم المدرجة على النموذج ديت ايه. ايوه الكلاسز نيم، كلاسز نيم، يبقى القايمة اللي بتعرض أسماء أدوات التحكم كلاسز نيم. القايمة اللي قدامها هي بتبقى قايمتين في نافذة الكود، هنا الكلاسز وهنا الميثود نيم اللي بتعرض اللي هي الخصائص الأحداث بتاعت الكائن. السؤال الرابع، من خريطة التدفق التالية أوجد عدد مرات التكرار قيمة الواي قيمة الاكس. طيب بص حضرتك، أنا عندي قانون بسيط بيقول لي عدد مرات التكرار بيساوي القيمة النهائية للتكرار، يعني آخر قيمة هتنطبع. هنا بيقول لي الأعداد طبعا هنا من 2 آخر كام، أقل من أو يساوي 4، يبقى آخر قيمة هتبقى 4 ناقص القيمة الابتدائية بادئ بكام، ب2 على مقدار الزيادة. أدي اكس المتغير بيساوي نفسه زائد رقم، يبقى ده مقدار الزيادة على 2، الكل زائد 1، ده القانون بتاعنا بيساوي كده 4 ناقص 2 فيها 2، 2 على 2 فيها 1 زائد 1 يبقى 2، يبقى عدد مرات التكرار 2. حتى لو انت جيت تحسبها كده مره ب2 ومره ب4، هو اصلا من 2 ل4. طيب قيمه الواي وقيمه الاكس انا هعملها حاجه بسيطه كده، هروح اعمل كده، ادي اكس وادي الواي. هاجي هنا اول اكس معايا بكام، ب2. هنا الاكس اقل 2 اقل من او يساوي 4 او اقل، يس، يبقى هيجي ينفذ العمليه الحسابيه دي، يبقى الواي هتساوي 3 ضرب اكس بكام، اكس ب2 اهيت جنبي زائد 2، يبقى 2 في 3 ب6 زائد 2 يساوي كام، 8. ماشي، بعد كده وهو هيرجع اهو، تمام. طبعا الاكس والواي، ادي الاكس ب2 والواي يبقى ايه ب8، هيزود هنا على الاكس 2 هيبقى هنا ب4. هيجي يقول له هنا 4 اقل من او يساوي 4، هيقول له بيساوي ال4، يبقى الاكس تاني مره ب4. بعد كده هيجي ينفذ العمليه هنا، هيقول له ادي 3 ضرب الاكس بكام، مش واحد يقول لي ب2 بقى، اقول له لا ده ب4 دلوقتي، يبقى زائد ضرب 4 زائد الايه ال2، يبقى 3 في 4 ب12 زائد 2 يساوي كام، 14. يبقى اذا قيم الواي مره ب8 و100 مره ب14. طيب هنا بيقول لي انا عاوز قيمه الاكس بعد انتهاء الحلقه التكراريه، واحد يقول لي 4، اقول لك لا ده 4 دي داخل التكرار. هيجي ايه، هو هيقف هنا، هيدي هنا ايه، هيدي هنا ادي الاكس ب4 والواي هيديها ب14، وبعدين هينزل هنا هيقول له ادي 4 زائد 2 يكاو كام، 6. هيرجع هنا يقول له 6 اقل من او يساوي، يقول له لا يطلع بره، يبقى هنا طلعت بره على كام،
على 6، يبقى الاكس ب6 وهنا 8، الواي ب8 و14. تمام كده. اتمنى ايه يزعل حضراتكم الفيديو، ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، ما تنساش موجود على القناه قائمه تشغيل خاصه بالصف الثالث الاعدادي، فيها شروحات للترم الاول والترم الثاني بالكامل وامتحانات المحافظات السبع. بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.